Donc, Forum des métiers, Corp, Mbakar, comme les hauts centres d'orientation et de reconversion professionnelle, l'Arkinama, l'AHK, la Chambre de commerce tuniso-allemande, l'Arkinama, le GIZ, lié à Moharrik, SSI, puis Machalir, Tachril, le projet formation et marché. Du travail où justement donc ahna ma مدير المؤسسه التعليميه سي شكري عبد المولى عسلامه مرحبا بك مرحبا انتوما العنصر الاساسي اليوم كان باش نحكيو على تشغيل معناها لومبلوا لومبلابيليتي انتوما التكوين الاولاني لكن اليوم في تونس برشا قطاعات كما كنا نحكيو في الاوف التكوين ماهوش قاعد يتماشى بالضروره مع سوق الشغل معناتها والتشغيل دونك انتوما كيفاش تحرصوا انه البروفيل نتاع المتخرج من هوني خاصه انه قطاعات مطلوبه انتوما اللي تكونوا فيها يكون جوستومون حاضر سوق الشغل شكرا خليني قبل كل شيء نحب نقدم المدرسه بالطبيعه المدرسه الوطنيه للالكترونيك والاتصالات بصفاقس هي مؤسسه نقولوا احنا جون ايكول لا كرياسيون نتاعها كانت اون 2002 بوي دوبوي 2012 اون سي ترانسفورمي بور فير لا فورماسيون دانجينير عندنا اربع اختصاصات مهمه ياسر اللي هي تتماشى بالضبط مع طلبات سوق الشغل. دونك عندنا هندسه الاتصالات، هندسه الالكترونيك والانظمه المحموله، هندسه الاعلاميه الصناعيه والانظمه التقريريه اي لاناليز دي دوني، معناتها نقول احنا سي لانجينيوري دي دوني اي سيستيم ديسيزيونال. هذه بالاساس للتكوين الهندسي. وعندنا بخلاف هذا عندنا في المدرسه نعمل التكوين في الاجازه اللي هو معناتها ما هوش معناتها استقطاب الطلبه في نمبر مش كبير ياسر اي معين ولا وعندنا ماجستير بحوث وكيف كيف ماجستير مهني بالشراكه حتى مع الصناعيين وكيف كيف عندنا لا فورماسيون دكتوراه اللي هي معناتها المرحله الثالثه لانجاز رسائل الدكتوراه احنا سهرنا في المدرسة متاعنا على انه خريجي المدرسة كل سنة مشاريع ختم الدروس تنجز في صلب المؤسسات الصناعية مهم دونك هذه بادرة معناتها مهمة ياسر على اساس انه الطالب وقت اللي يلتحق بالمؤسسة باش يقوم بانجاز مشروع ختم الدروس لمدة تتراوح من 16 اسبوع الى 20 اسبوع حسب المواصفات العالميه دونك الصناعي بطبيعته هو مش ياخو بيصير فكره على الطالب هذاك اي جينيرالمون احنا بالتجربه هذايا وعندنا لي ستاتستيك انه كل طالب ينجز مشروع ختم الدروس نتاعو يوقع انتدابه ديريكتومون في المؤسسه هذيا وعندنا دي ستاتستيك بالحق عندنا دي ستاتستيك توا استقطاب الطلبه نتاعنا في المحيط الصناعي فات 95% حيث ما عندناش مهندسين اللي هما عاطلين عن العمل ما فهميش من النت ولا والخمسه متبقيين راهم قاعدين يكملوا في دراسه ولا اختاروا تعمقوا في البحث وفي الدراسه يعطيك الصحه في رسائل الدكتوراه دونك هذا 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 مهم ياسر واللي يزيد يشجع على انه الحمد لله الطلبه نتاعنا قاعدين معناتها عاطين اهميه كبيره برشا للابرونتيساج للتكوين في المجالات اللي كنت ذكرتها قبل انه هي مجالات واعده والصناعي قاعد يلوج على هالمجالات هذيا باش يقعد ديما سي فولي اون فيزيون اون ديورابيليتي اي توجور il est en train si vous voulez d'évoluer معناتها l'industrie نتاعو à travers شنو à travers les compétences هذوك اللي هما قاعدين استقطبهم اي هذه في حد ذاتها هي معناتها استراتيجيه تختارها المؤسسه جوستومون انها تكون اكل مايون معناها اللي يربط ما بين الطالب وما بين سوق الشغل دونك ما بين المؤسسه دونك ديما تخليوه اكل كونتاكت معناها دائم دايوغ اليوم اختاروا لينيت كوم معناتها للفوروم نتاعهم يعني افكتيفمون بارمي لي زاكس استراتيجيك احنا اللي خدمنا عليهم في ليكول عندنا 5 اكس مش نذكر جيست لاكس دو لومبلويابيليتي خدمنا عليه برشا هذايا ونحب زاد كيف حاجه مهمه ياسر نمررها للعموم انه احنا نو زافون كريي سو كون ابيل ان كونسي
دو بيرفيكسيونمون ديبارتمونتال. احنا عندنا 4 ديبارتمون على ليكول. شاك ديبارتمون عنده سون بروبر كونسي دو بيرفيكسيونمون. داكور. سي با لو كونسي سيانتيفيك دو ليكول. لا. مي سي ان كونسي دو بيرفيكسيونمون. هل كونسي دو بيرفيكسيونمون هذا اش فيه؟ معناتها لي مومبر نتاعو هما الاساتذه الاكاديميين في المؤسسه، وعندنا الشركاء الصناعيين في الاختصاص هذاك، وعندنا الطلبه اللي قاعدين يخدموا في المؤسسات هذيك، والطلبه اللي هما اون كور ديتود. اي سي ريوني هذايا براتيكومون دو فوا بارون. علاش نعملوا دي بريستورمينغ؟ باش نشوفوا اون ايفالياسيون من ناحيه على بيان سور هكا لي زانجينيور اللي هما تو انتيغري في المحيط الصناعي، ونشوفوا كيف شنو هي التوجهات نتاع المؤسسه هذيك. التوجهات نتاعها مثلا نقول لك انا نحب ندخل اون تكنولوجي جديده في وسط المؤسسه نتاعي. التكنولوجي هذه ماهيش فاسيل انتيغري. دونك سي كيل فو سي كوا؟ سي كو انو لي زونسينيون نتاعنا دواف سو فورمي فوالا دون سي تكنولوجي، اي يولي هما دي انستركتور بور باسي لي بريوريكي هذيك نتاع لي فورماسيون هذوما في لي تكنولوجي هذيك داكور في للطلبه نتاعنا. وعلى ضوء هذايا شو يصير؟ يصير دي ريفورم سور لي بلان ديتود. وحنا الكونسي سيانتيفيك بيان سور ابري لا ريونيون دي كونسي دو بيرفيكسيونمون نلمدوا المعلومات الكل، نشوفوا شنو هي معناتها المقترحات نتاع لي كونسي دو بيرفيكسيونمون، وعلى ضوء هذيك المقترحات هذيك مرروها للمجلس العلمي للمؤسسه اون لي ديسكوت، وبيان سور نشوفوا اللي هي حاجه مهمه ياسر. دونك اون فا لانتيغري بيان سور في لونسينيمون اي في لوبيراسيون دابرونتيساج. هذه هي الفورماسيون دي فورماتور اللي كان يحكي عليها كلاس باور من الجي زيد جوستومون. اكزاكتومون يعطيك الصحة. واللي مهمه برشا. اكزاكتومون. دونك في النطاق هذايا حبيت زاد كيف نمرر المعلومه انه احنا اون كولابور برشا مع سي فولي دي بارتنير. وعندنا بوكو دو بروجي. Et les projets, donc, ce sont des projets, si vous voulez, avec les Allemands. Qu'est-ce qui fait avec la France. Et les projets, donc, sont, on a eu les financements, les bailleurs de fonds. Nous, nous vraiment, c'est ce qui est le projet. Et c'est ce qui est la stratégie correcte de la taquine dans la jama. Donc, de cette façon, nous avons que les chrétiens من الجامعة يكون بحول الله عنده كما يقولوها المكان نتاعه في المحيط الصناعي، أي مش يشتغل بصفة واحد بصفة آلية. فما تناسق اليوم ما بين سوق الشغل والجامعة، معناتها على الأقل عندكم أنتوما في اللينات فما تناسق، يعني معناتها حاجتك بيد عاملة مؤهلة كونها من الأول، وكون أنت قائم على تكوينها هوني معناها معناتها المستثمر ولا الجهات الخاصة يعني تكون فاعلة هي زادة في التعليم العالي وفي التكوين. بالضبط. معناتها لابروش المقاربة التشاركية هذا هو اللي مهم. وتوا حاليا عندنا تقريبا 4 مشاريع مع شركات، نذكر مثلا منها شركه دراكسلماير الالمانيه اللي هي تصنع في لو كابلاج دو لوتوموبيل، معناتها فتحنا معها ان بروجي افيك يونيفرسيتي الموند اي ولونيت كوم داكور. وهالبروجي هذا تو اكتويلمون عندنا 5 اساتذه اللي هما قاعدين يقوموا بالتكوين في تكنولوجي c'est une technologie qu'on appelle ASPICE. Juste بعد la formation هذه bien sûr cette technologie elle va être intégrée والطلبة نتاعنا ils vont subir les formations على les technologies هذوما باش وقت اللي يوقع استقطاب مهندسين لفائدة شركة دراكسلماير باش يلقاوهم ديجا حاضرين في التران اي ils peuvent bien sûr exécuter et c'est le cas concret. هذا هو اللي مهم ياسر بالنسبة للتكوين في الجامعة. القطاع الخاص دونك حاضر اليوم في التعليم العالي، وإحنا ماذا بينا راهو يبدا حاضر حتى من قبل التعليم العالي راهو من الأول، يعني ماذا بينا معناها اليوم نحن في حالة استشارة ونحكيو على التعليم، معناتها ديما معناتها الأصوات تقول لك معناتها مش الدولة وحدها، يد وحدة ما تصفقش، إنه القطاع الخاص يكون ديما حاضر باش نكونوا ناس
تكون معتلقه بلاصتها بسهوله، وكل حد بيشغل عنده حريه الاختيار كما قلت انت، معناتها انه يشتغل او انه يختار البحث او انه يختار، معناتها نحترموا معناتها احتياجات سوق الشغل وايضا اختيار الطالب ولا التلميذ ولا الطالب من بعض يعني. بالضبط هذا هو كما ذكرت، وكما ذكرت انا الصباح في الكلمه نتاعي الكلمه الافتتاحيه توا نشوفوا ما شاء الله من الشركاء الصناعيين يوم حاضرين اليوم. دونك احنا توا الهجس نتاعنا شنو؟ احنا هجسنا توا نشوفوا في طلبتنا ومهندسينا واطبائنا وفي بوكو دو دومين خارجين لبرا. اي هذه الهجره هذه معناتها ولات انفلو معناتها فريمون اللي هو قاعد يزايد من يوم الى اخر. انا اخويا حبيت نغتنم الفرصه هذه انه بالحق هذه تونس وهذه بلادنا تعز علينا، بالحق ندعو من هذا المنبر طلبتنا مهندسينا وكافه الاطارات انه البلاد هذه بالحق محتاجه لهم باش ان شاء الله يحاولون ينميوا الاقتصاد نتاعها. واحنا شوف هالسعي هذايا والخدمه هذه وهل لي زيفينمون اللي نقوموا بهم راهو ماهوش ايفينمون جيست بور كري ان ايفينمون اي بور اورغانيزي ان ايفينمون، لا راهو البغيه نتاعو حبينا بطريقه او اخرى اي بطريقه سلسه مرروا المعلومه يا طلبه يا مهندسين، يا راهو اون فريمون لي كومبيتونس اون لي ريسورس اون تو سكيل فو pour se garder dans notre si vous voulez chère Tunisie اللي هي معناتها بالحق خرجت طاقات وخرجت كوادر من ارفع طراز في الدومين دو لايتي اون توكا العالم الكل يظهر لي مسترفع جوستومون باش ليشونج هذا يكون شويه ايكيتابل فيه عداله معناها وما توليش خاطر تو هما معناها قبيله معناتها كلاوس باور من الديبارتمون ترافاي ايميغراسيون باش ما تكونش هجره سيليكتيف اليوم معناتها يوليو يختاروا هما لي بروفيل اللي حاجتهم بهم ويهزوهم ويفرغوا شويه البلاد. دونك كيفاش اليوم معناتها تكون جوستومون كيما قلت لك معناتها هالمعادله باش تكون ايكيتابل معناها التبادل معاهم التبادل مع الشركاء الصناعيين اي وخاصه الشركاء الالمان اي شركاء الالمان هو بالحق راهو توا انا توا بالنسبه لل كما يقولوها التعاقد مع الشركاء الصناعيين وقت اللي مش يجي باش يعمل لك معك كونفونسيون بالحق هو من حقه انه يلزم يشوف شنو هو التكوين نتاعك كيفاش كذا شنو لي كومبيتونس اي تو سا. دونك في الاخر انا بالنسبه لي انا تو عندنا ما شاء الله تقريبا فوق ال 100 شريك صناعي امنوا انه لا فورماسيون في هالمؤسسه هذه الناشئه c'est une formation qui a vraiment les requis nécessaires اللي هما يخولوا باش المؤسسه هذيك elle sera gardée ما تندثرش لان التكنولوجيات راهي قاعده تتطور من يوم الى اخر صفه مهوله بسرعه كبيره ولا بسرعه كبيره واحنا شادين معناتها كما يقولوها اترافير مشكورين برشا زملائي الاساتذه ورؤساء الاقسام بالحق اللي هما قاعدين عاملين مجهود كبير برشا انه التكوين هذايا يكون فريمون فاعل على صلب الواقع في الشركات الصناعيه. وبالشكل هذايا نكونوا ان شاء الله معناتها حققنا فريمون الهدف المنشود اللي هو دعم التشغيليه اللي هي كما قلت انا برمي نوتر استراتيجي دون سيت ايكول. اي ان شاء الله نشوفوا معناتها تجربه في خاصه المجلس اللي حكيت عليه مش المجلس العلمي يعني ان شاء الله نشوفوها تتعمم في المؤسسات الكل باش هكاك تواكب معناها جوستومون تطورات سوق الشغل ونضمنوا معناها الشغل وما نخسروش لي تالون نتاعنا وما نخسروش ادمغتنا. حبيت زاده كيف المره المعلومه انه الشهيد نتاع شهادات المهندسين في المدرسه هما شهادات معترف بها دوليا. عملنا سكون ابل ان دوسي داكريديتاسيون دي فورماسيون انجينيور نو افون اوبتوني سي فولي لو لابيل اوروبيان اكريديتيشن انجينيرينغ اللي هو سيتون لابيل معناتها المهندس نتاعنا الشهاده نتاعو راهي معروفه على ليشيل انترناسيونال. داكور فوالا حبيت زاد كيف نمرر تحياتي وشكري لإذاعة اكسوس اف ام يعيشك مرحبا شكري كيف لاشكا اترافير لو كورب لا جيزات
qui ont, si vous voulez, à bien organiser cet événement à notre école. تحياتي كيف كيف للسيد وزير الزهرة اليوم الصباح، وزير التشغيل والتكوين المهني، والسيد رئيس جامعة صفاقس اللي ديما متواصل معنا يدعم فينا، شكرا جزيلا له ونائبيه ومع الشكر. يعيشك سي شكري يا عبد المولى. دونك نستقبل ضيفي التالي من واحدة من المؤسسات اللي اليوم مشاركة، خاطر فما دي بانيل كيما فما دي ستاند اليوم معناتها باش التلامذة، وفما دايوغ أنا فلو إقبال مهم على الصالون على الفورم، فما زادة دي بانيل اللي تصير فيهم حوارات، وفما مؤسسات تونسية مشاركة، مش كان مؤسسة ألمانية، وفما مؤسسات تونسية. دونك ضيف